صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. حلقتنا اليوم فيها أكثر من موضوع، لكن الموضوع الرئيسي بالتأكيد اجتماع المكتب التنفيذي للفيفا اليوم في ميامي، والإدلاء ببعض الآراء الخاصة بكأس العالم 2022، وإعلان رئيس الفيفا رسميا بأن هناك نية لزيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخب، وعلى الأقل هناك دولة واحدة ستشارك، دولة قطر الشقيقة في استضافة كأس العالم. سيتم التصويت على هذا الموضوع في شهر 6 إن شاء الله في باريس، الشهر 6 القادم. ومثل ما أنتم عارفين طبعا اسم دولة الكويت كان من الأسماء المطروحة لاستضافة هذه البطولة. راح نناقش هذا الموضوع من كافة الجوانب، و يسعدنا أن يكون معنا ضيوف من كافة يعني خلينا نقول من كافة الأمور اللي تخص استضافة أي بطولة في الكويت. يعني معنا على اليمين العم مصطفى جمعة، رجل عسكري، رجل قيادي، رجل أيضا سبق وإن كان في مجلس إدارة النادي العربي، لكن وجوده كرجل أمني اليوم أيضا أمر يخص استضافة الكويت مثل هذا الحدث الكبير كإجراءات أمنية من الجانب الأمني، مدى أمكانية استضافة الكويت مثل هذا الحدث. أيضا بجانبه موجود أخونا العزيز الدكتور محسن العنزي، مساعد سكرتير الاتحاد الكويتي كرة القدم سابقا، أيضا جانب الاتحاد وجانب إمكانيات الاتحاد لاستضافة مثل هذا الحدث أيضا موجود الدكتور. على اليسار أخونا العزيز رجل رياضي، أمين سر اتحاد الكويتي كرة الطائرة سابقا، رجل لاعب كرة قدم سابق، اتحاد الكويتي كرة الطائرة استضاف العديد أيضا من البطولات، وبالتأكيد لهم خبرة في التعامل مع هذه البطولات، التعامل مع الهيئات، مع المؤسسات الرياضية فبالتالي أو مؤسسات الدولة، وأيضا راح يفيدنا من هذا الجانب. وآخر الحضور أخونا العزيز رجل قيادي أيضا في الهيئة العامة للرياضة، رجل قريب من الأخوان في الهيئة العامة للرياضة، أيضا أخونا العزيز وليد الأنصاري، رجل أيضا سبق وإن كان متواجد في نادي القادسية بان اللجنة المؤقتة، فبالتالي أيضا له يعني وجهة نظر بالتأكيد وله رأي في هذا الموضوع. فنرحب فيهم جميعا وحياهم الله، صبحكم الله بالخير جميعا وياهلا ومرحبا فيكم. اللي أيضا حاب يدلو بدلوة حول هذا الموضوع، أرقام هواتفنا راح تكون موجودة على الشاشة. احنا أيضا يمكن عندنا استفتاء كان معروض أو لا يزال معروض في حسابنا في تويتر، حساب البرنامج، حول هذا الموضوع. هل الكويت، هل تؤيدون أن الكويت تستضيف كأس العالم بكل شروط أو موافقة على بالموافقة على كل شروط الفيفا؟ الاستفتاء موجود لا يزال في حسابنا في تويتر، هذا حسابنا في تويتر، حسابنا في انستغرام، موقعنا في اليوتيوب. نسعد دائما بمشاركتكم وتداخلكم معنا. خلنا نشكر رعاتنا وداعمينا، شركة كويت تريد مشكورين، بن العميد مشكورين، أطياب المرشود مشكورين، مطعم سيامي يسطى مشكورين، مطعم التسيم ومشكورين، مطعم كنافة عجيم مشكورين، دير ان دير مشكورين، ومعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفوزيرس في الكويت مشكورين. قبل لا نبدأ خل نبارك لأخونا الدكتور طبعا محسن العنزي، اليوم يصادف عيد ميلاده، نقول له يعني من محاسن الصدف اليوم انه في نفس الحلقة، فكل عام وانت بخير ونتمنى لك ان شاء الله العمر كله يا دكتور. كل عام وانت بخير. نعرف كم سنة بسعود؟ ما عاد عند الدكتور 16 سنة رياضة. العمر كله ان شاء الله. الله يطول. طيب انا مواليد 71 53 وعمري 48 سنة ان شاء الله. نسأل الله على قولتكم قضيناها على قولتكم بالصلاح والفلاح ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ايضا مشكور اخونا ابو حسن، نبهنا ان نطلب منكم تدعون الى رجل رياضي ايضا يمر بحاله صحيه، يعني ان شاء الله تعدي على خير، الدكتور شاكر المغربي، طبعا دكتور غني عن التعريف ورجل خدم ايضا في الرياضه الكويتيه، فدعواتكم له بالشفاء العاجل ان شاء الله. هو بالمستشفى ولا برا؟ لا الحين برا، ينتظر ان شاء الله رحله العلاج، راح يطلع ان شاء الله الى امريكا ان شاء الله. ندعو ان شاء الله. واذا تحب نقول كلمه صغيره بس حتى عن اللي حدث اليوم في نيوزيلندا. نعم. الحقيقه ننعي الجميع، كل اخواننا المسلمين. صحيح.
صحيح. من كل أطيافها ومن الناس اللي الله يرحمهم ويغفر لهم إن شاء الله، ولجميع المسلمين. واللي حدث كان الحقيقة شيء كارثي، يعني صحيح. شيء صحيح. يضر الخاطر. سبقتني أنت لهذا الموضوع، فأنا حبيت بس أني أقول جزاك الله خير. إحنا طبعا بالتأكيد باسم كل العاملين في قناة الاي تي في، باسم أخونا أحمد الفضلي المدير التنفيذي وجميع العاملين، نعزي أسر الضحايا بالتأكيد، وكل اللي نقدر نقوله يعني أن ندين ونشجب ونستنكر بالتأكيد مثل هذا العمل الإرهابي اللي تم في نيوزيلندا صباح اليوم في, في, في يوم جمعة. نسأل الله تعالى أن يتغمد الشهداء إن شاء الله في فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ونسأل الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلدنا وعلى كافة بلاد المسلمين. أنا أيضا عندي كلمة. نعم. أنا جاتني معلومات اليوم أن أخونا الشيخ طلال فهد الأحمد عسى الله يشفيه، أن الفحوصات طيبة وايد، وأتمنى له العودة إلى أرض الوطن. الله يا رب. إن شاء الله. هذه أيضا من البشار الخير اللي نتمنى إن شاء الله أن يمن الله على أخونا الشيخ طلال بالصحة والعافية، وأن يعود إن شاء الله إلى بلده مشافى معافى، وأن أيضا يشفي جميع مرضى المسلمين أيضا اللي يعالجون سواء في الخارج أو داخل الكويت. قبل أبدي طبعا، بالأمس يمكن سمعتوا الحديث اللي دار أو النقاش والحوار اللي دار في القناة الثالثة الرياضية يمكن بين الشيخ تركي اليوسف وانتقاده الشديد للجنة الفنية ولاتحاد كرة القدم، وأيضا الرد اللي جاء أيضا من أخونا علي الدحاني رئيس اللجنة الفنية. اليوم استمرت هذه الأحداث واستمر هذا السجال بين الطرفين صراحة. اليوم الأخوان في نادي السالمية والأخ العزيز عثمان الدوسري أصدر بيان وتصريح نقله الحساب الرسمي لنادي السالمية، يقول فيه طبعا أخونا عثمان يقول: اللجنة الفنية لاتحاد كرة القدم تتخبط، وعلى رئيسها يقصد طبعا الأخ علي الدحاني تقديم استقالته فورا، فمن غير المنطق والمعقول أن يتم اختيار لاعبين لم يمثل فرقهم إلا في دوري تحت 20 سنة، وبالمقابل يتم استبعاد محمد الهويدي وجاسم عتيج وعبدالله تويتان والشرهان وجميعهم يلعبون في دوري فيفا. يقول: المنتخب الأولمبي تم إعداده بمعسكرات ومدة طويلة وميزانيات كبيرة عن طريق الاتحاد والهيئة العامة للرياضة لأجل التأهل من المجموعة، وليست مجاملة بعض الأندية في اختيار وتجهيز لاعبيها. وأضاف الأخ عثمان أن المنتخب الأولمبي سيدفع ثمن تخبطات ومجاملات اللجنة الفنية، ونستنكر صمت أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن هذا الأمر. يجب التحقيق في الأمر قبل أن تقع الفاس بالرأس، وقتها سيكون جميع أعضاء الاتحاد مسألون أمام الأندية الرياضية. هذا طبعا بيان الأخوان في نادي السالمية أو أخونا عثمان الدوسري. طبعا الأخوان في اتحاد الكرة مباشرة بعد تصريح الأخ عثمان الدوسري هني طبعا يقول، طبعا كان عتب أيضا الأخ عثمان أنه من الناطق الرسمي باسم الاتحاد، و يعني إضافة إلى 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 تصريح أخونا عثمان عشان يكون الكلام واضح. إيه يقول عثمان الدوسري: ننتظر من الاتحاد الكويتي بيان توضيحي لما بدر من رئيس اللجنة الفنية بمداخلته في برنامج بين الشوطين، وهل كلامه ومفرداته تعبر عن رأي الاتحاد بجميع أعضائه، وهل هو الناطق الرسمي لمجلس الإدارة. وطبعا هني أيضا يقول الأخ عثمان: مدرب الفريق الأول يطلب انضمام لاعبين نادي فواز عايض ومبارك الفنيني لتدريبات الفريق الأول على أن يتم انضمامه للمنتخب الأولمبي قبل التصفيات الآسيوية ب 48 ساعة، وسيتم مخاطبة الاتحاد الكويتي بهذا الأمر والاستفسار عن ما تنص عليه اللائحة الدولية. هذا طبعا كلام أخونا عثمان. الاتحاد رد بيان أيضا طويل صراحة، يقول: أكد رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي كرة القدم أن مجلس الإدارة يتفهم جيدا وجهات نظر مسؤولي الأندية فيما يخص اختيارات الأجهزة الفنية لاعبين المنتخبات الوطنية، وأشاروا إلى أن مسؤولي الأندية لهم الحق في التعبير وإبداء الرأي والدفاع عن بعض اللاعبين الذين لا يشملهم اختيارات المدربين، خصوصا إذا كان الرأي فني ولا يتضمن التشكيك أو التجريح في أحد، وشددوا على أن مجلس الإدارة يكون كل تقدير واحترام لرؤساء الأندية
أعضاء الجمعية العمومية ويضع اعتبار جميع الآراء الصادرة منهم. ولفتوا إلى أن من يمثل الاتحاد في وسائل الإعلام هم رئيس الاتحاد والأمين العام. ويوم الأحد سيكون هناك اجتماع للتباحث بشأن الإجراءات بشأن آخر الأحداث. هذا طبعا الإخوان في نادي السالمية ردوا بعد هذا البيان. الأخ عثمان الدوسري يقول نثمن سرعة تجاوب الاتحاد عبر بيانه بأن من يمثل الاتحاد في وسائل الإعلام هم رئيس الاتحاد والأمين العام فقط، وإشارتهم أنهم دعوا الاجتماع الأحد المقبل للتباحث بشأن آخر الأحداث. هذا بالتفصيل بصراحة شو اللي حصل، لأن أمس الشيخ تركي طبعا عتبان أن شلون المدرب ما ياخذ يستبعد محمد الهويدي، وفي واسطات في اختيارات اللاعبين، وهناك لوبي أيضا في الاتحاد لاختيار اللاعبين. ورد عليه الأخ علي الديحاني طبعا برد يعني شديد اللهجة أيضا، وقال له احنا ما عندنا هالأمور هذه، وكلها الأمور تخص اللجنة أو تخص مدرب المنتخب والجهاز الفني. هذا بالتفصيل ما حصل. أنا بأخذ رأي الإخوان قبل لا ندخل في موضوع الحلقة، وأيضا الإخوان إذا عندهم رأي من هو المصيب، من هو المخطئ، من هو على حق، من هو على صواب. أبدأ مع العم بدر. تسلم. والله أنا أشوف أنا الأخ علي الديحاني ما أعرفه عضو مجلس إدارة، بس مو هو اللي اختار اللاعبين، اللاعبين اللي اختارهم المدرب. ما في داعي أن كل ما مثلا تم تشكيل المنتخب وما طبعا مجموعة يتم اختيارهم بعدين بعدها يتم اختيار الأحسن على طول. أي نادي من الأندية أي نادي كان يرد مباشرة هذا مو مختص، خلونا نطور رياضتنا، إيش لنا فيها الكلام هذا. وهذا رأيي ومشكور. مشكور. تفضل أبو دكتور. والله أبو سعود صراحة شيء مضحك مبكي بنفس الوقت، يعني صراحة يعني ما شاء الله أربع بيانات متبادلة بين اتحاد ونادي واتحاد ونادي على موضوع اختيار اللاعب. يعني أنا أتكلم عضو مجلس إدارة، أمين سر الاتحاد، ورجل نقابي، ورجل بيوم الأيام كان أمين سر الاتحاد عفوا نادي القادسية السابق، وأنا بيوم الأيام اشتغلت في رجال الاتحاد. يا جماعة أنت اليوم هناك لجنة فنية، أنت تحمل لها كل الثقة والاحترام في شغلها. الأمر الثاني من موجودين باللجنة الفنية ناس فنيين، سواء علي الديحاني، دكتور أحمد عبد الحميد، أخوي أحمد عجب، فهد المطيري، كلهم هذيل لاعبين يعني لهم خبرتهم في هذا. أضف لذلك هل يعقل هناك رئيس لجنة أو مدرب أو غيره يملك لاعب بأحد الأندية يفوزني وكذا هذا ووخره؟ أنا تابع صراحة حديث أخوي اللي أجله واحترمه ويعرف معزته عندي الشيخ تركي اليوسف، مداخلته أمس بين الشوطين صراحة يعني كان رده فيه شيء من الاتهام يعني يعني القوي صراحة. اليوم أنت لما تتكلم والله أنت الشيخ تركي يقول والله أنا على ثقة إن إحنا لازم تكلنا وقفة، والاختيارات القادمة لو إحنا هذا نضغط اختيارات كلها من نادي السالمي. هذا كلام خطير، كلام خطير هذا الكلام. شيء ثاني أنت لما تقول أنا لو أني فاضي وقبل الاختيار بعشرة أيام كان وصلت محمد الهويدي. اليوم أنا صراحة كرياضي اختيار محمد الهويدي، مع أنه بيّن أخوي علي الديحاني أنه والله لنزول مستوى وغيره وغيره وغيره، وعطينا فرصة مع عسكر البحرين وهذا أمور كثيرة. أنت رشحتني، وصلت أنا مجلس إدارة اتحاد، عطني ثقة أني أشتغل. غير هذا أنت شنو 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 بين الدكتور أحمد عبد الحميد أو أعضاء اللجنة الفنية وبين الولد هذا؟ أنت ست إلى سبع لاعبين استبعدوهم، فيهم من نادي كاظمة، فيهم من نادي النصر، وفيهم من أندية ثانية. ليش الخلاف بس على محمد الهويدي؟ ليش الخلاف بس على محمد الهويدي؟ غير هذا اليوم أنا كرياضي اختيار محمد الهويدي مستقبليا بقول والله يا اسمح لي علي الديحان، اسمح لي أقول لك يا على الهوى، اسمح لي أنت اخترته لأن هددوك. أنا بوجهة نظري ما نقول إحنا تطور الولد شد حيله كذا هذا والله تم اختياره، لا. اليوم أنت لأن طلع رئيس النادي وهددك أو ضغط على بعض أعضاء اللجنة الفنية اخترته. ما نقول والله الولد لاعب وموهبة ويستاهل، وأنا من الناس اللي صراحة أنا متابع الولد يعني للأمانة كفاءة، ولد صغير
والمستقبل قدامه وينحدر من اسره رياضيه. والد اخونا الدكتور جاسم الهويدي ولد يعني للحين تو باول هذا، لا تدخلونا في مشاكل بين الاتحاد والنادي والنادي والاتحاد، يعني خلوا اختيارات. غير هذا انت اليوم عندك ستاف اجنبي، هو اللي قاعد يطالع الدوري يتابع الدوري وهو اللي يختار. اذا انت اليوم تهديدك هذا اختاروا اللاعبين، فانا اقول على قولتهم حق اخواني بعض اللجنه الفنيه، اسمحوا لي صراحه انتم شخصيتكم مهزوزه، انت المدربين هذول اذا انت بيوم من الايام هذا المدرب يملى عليه يبقى مشي. طيب مشي ابو حسن. انا بتيني انا اول شيء مساكم الله بالخير. الحقيقه الاجواء كلها هذه غير يعني ما هي حضاريه نهائيا بسعود، ما توصل مساله ان انا بتويتر وبنقل ولا بكتب ولا بدنيا، هذه ما بين الاتحاد وما بين النادي. ليش تعلنونها على الملأ قدام العالم والدنيا؟ وانت يا شيخ تركي ونعم فيك وهذا ورئيس الاتحاد واحد من عضوكم اللي هو والدك احمد اليوسف، الشيخ احمد اليوسف، يا اخي طلبوا اجتماع مع الاتحاد وقعدوا معهم واخذوا التفنيط كامل. ليش تنشر يعني غسيلك على قدام الملأ كله والعالم كله اتصالات وبين الشوطين وما ادري ايش؟ انا الحقيقه غير متابع لبين الشوطين او غيره، لكن ما له داعي. امر مثل هالامر خصوصا هذه احنا كانت تمر علينا وتصير، وايام حتى ايام النادي ايام نادي اليرموك لما يكون عدم اختيار لاعب معين ما نوصلها الى الاعلام والدنيا وتصير بهرجه. هي بهرجه تبونها بهرجه انه والله احنا سوينا واحنا قلنا، ومثل ما تفضل الدكتور وقال هالكلمتين، اذا اختاروهم معناته اللجنه او الناس او المدربين لا يصلحون. هذا يعني ابو سعود هذا الشيء ترى خطير، مو بس حق الحين، هذا حق المستقبل اللي جاي. احنا كأننا قاعدين نثبت للناس ان احنا فعلا الى الان ما قاعدين نعيش الاجواء الرياضيه اللي هي صحيحه. طيب ابو عمر بشكل سريع، بس انا ما بزيد على كلام الاخوان، لكن انا ودي اقول معلومه يعني متداوله بس مو متاكد منها 100%، لكن معلومه متداوله وهذه يمكن اذا حصلت تؤكد كلام الدكتور ان اللي حصل هذا خطا. أن أولاً أنا شخصياً رأيي الشخصي فنياً في محمد جاسم الهويدي أنه أحد أفضل اللاعبين، أنا استغربت تماماً من استبعاده خصوصاً من المنتخب الأولمبي، لأن الولد سنتين يلعب بالفريق الأول وهو الأكثر تأهيلاً، وأنا متابع صراحة لاعب ما شاء الله تبارك الرحمن والمستقبل قدامه، وأتمنى ما يتأثر في مثل هذه الأحداث وأن إدارة السالمية تبعده عن هذه الأحداث. لكن المعلومة أن رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف قد يجتمع مباشرة مع المدرب، يبي يعرف منه ليش استبعد محمد جاسم الهويدي تحديدا. انا اعتقد ان هذه تلغي دور اللجنه الفنيه، اتوقع كذي يعني راح تلغي دور اللجنه الفنيه، ويمكن يؤكد كلام الدكتور محسن ان ما عاد لها وجود يعني. فاتمنى ان هذا الحدث ما يحصل ايضا، بس عفوا ايضا هذا تعطينا مؤشر عن الحاله اللي قاعد يعيش فيها الاتحاد. يطلع اخونا ابو فواز يصرح، يطلع ثاني يوم انه ما يحق للتصريح الا لرئيس الاتحاد والامين العام. مثل ما قال ابو حسن، هذا الامر المفروض يصير داخل مجلس الاداره، يعني يصير داخل الغرف المغلقه والامور هذه تحصل داخل. لكن كثره الخلافات بدات الان تظهر على السطح. لما كنا ننتقد فقط بعض الاجراءات اللي يقوم فيها الاتحاد كانوا يقولون ان انتم ضد اشخاص الاتحاد، لكن احنا قاعد نشوف بعض الامور صراحه خاطئه يعني. والله ابو سعود انا خايف على الاتحاد الكويتي لكره القدم. من شنو؟ من هالفوضى الاداريه الموجوده. رجل يطلع يصرح من حقه، رئيس اللجنه يصرح يتكلم، وكلام الدكتور محسن صحيح 100%. اذا رد اي لاعب من اللاعبين، انا ما اعرف والله محمد ولا غير محمد لانه ما تابعهم، اذا اللجنه وافقت انهم يمشون مع السلامه، يتركون العمل الرئيس والاعضاء، لان هذا التدخل مو من صالح الرياضه ولا من صالح الاتحاد الكويتي لكره القدم. خلوا كل لجنه على استقرارها وعلى عملها وعلى شخصيتها. طيب دكتور، بس لان كلام اخونا عبد المحسن زام اللي يقول كلام كابتن محسن الهنزي غير صحيح، بيان السالميه بسبب عدم اختيار اي لاعب من السالميه في المنتخب الاول وهو المركز الثاني اخر 3 سنوات وليس استبعاد محمد الهويدي. لا لا، هو البيان طال عمرك ما طلع الا بعد مداخله علي الديحاني عشان اختيارات منتخب الاولمبي. ما 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 ما
ما حد تكلم على 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 موضوع المنتخب السعودي. دكتور غير هذا احنا نتكلم بقول شغله بسعود، احنا نتكلم على طريقه شغل بسعود، على طريقه عمل، مو على طريقه اختار ولا ما اختار صح ولا مو صح. احنا نتكلم اليوم انت اليوم بسعود انت تدير الدفه اليوم بالبرنامج صح ولا مو صح؟ نعم. لو قناه الاي تي في ما عندها ثقه فيك حطتك؟ لا طبعا. حلو، انت اليوم انت حطيت عضو، هذا ممثل من احد الانديه، انت شلون تشكك بشغله يا رئيس الاتحاد؟ غير هذا ابو سعود، اليوم انت احنا متابعين عمل الاتحاد من اول ما مسك ما شاء الله. اليوم ما طلع بيان رئيس الاتحاد على قولتهم وقال لك متحدث رسمي رئيس الاتحاد وامين طيب عيل هذا الا يوم صارت مشكله مع السالميه، هذه تخليني اقول انا مو المثل يقول انا ولد عمي على القريب وانا ولد انا وي على ولد عمي او لا لا انا ولدي على 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 القريب وبما معناه. يعني اليوم انت ما شاء الله كل البرامج اللي قاعد نشوفها ما شاء الله اعضائك نجوم شباك بالقنوات الرياضيه. اليوم تشوف بين الشوطين تلقى العزيز الغالي خالد شمري، تشوف فلان بالراي، تشوف هني مداخله هني. العمل التنظيمي احنا ما احنا معاه، بس هذا التنظيم ليش ما صار من اول شيء؟ ايش معنى اليوم؟ غير هذا انا اقول شغله والله العظيم انا عضو مجلس اداره زين، يطلع البيان هذا مع احترامي لاخوي ابو فواز وعلي الدحاني، يطلع البيان هذا انت ليش ما جيت؟ انت شلت تليفون علي انا وياك عضو مجلس اداره وقلت لي 1 2 3 4 نتفاهم قبل ما اطلع البيان. انت هالشكل كانك يعني صراحه دكتور. حطيت دكتور. علي الدحاني في موقف لا يحسد عليه دكتور صراحة. هذا الكلام اللي توني قاعد اقول لك اياه، ما في تنسيق بينهم. بعدين يا كابتن الان كاتحاد كويتي لكره القدم، تدري شنو الاتحاد الكويتي لكره القدم؟ يعني اتحاد كره القدم يعني هو طبعا هذا اتحاد المفروض يكون ما عنده منسق اعلامي، ما عنده ناطق رسمي، ما عنده موجود في اخونا سلطان السهلي موجود ونعم ابو علي ونعم فيه، لكن يا ابو سعود تبقى بالاخير يجب انه يكون ناطق رسمي لهذا الاتحاد يشوف هذه الكتب وهذه المعاينات وهذه الامور وهذه البيانات اللي قاعد تصدر ويقعد معاهم ويقول تعال ارشاد واستقال. لا عبد العزيز بقول لك شغله بس بضيف لك معلومه انا متاكد منها. تفضل. باجتماع مجلس الاداره اوائل اجتماعات مجلس الاداره تم الاتفاق ان اي مشكله تحدث في لجنه الحكام او لجنه التدريب او اللجنه الفنيه او لجنه المسابقات مصرح لرئيس اللجنه انه يطلع يدافع عن لجنته. اوكي. ولكن استثنى القرار انه يطلع مدير، يطلع حكم، يطلع اداري انه يصرح، لا هذا غير مسموح فيه. اما ان رئيس اللجنه انا اقول شغله صراحه انا برايي لو امس انا كمتبع للحدث الرياضي سمعت رأي الأخوي الشيخ تركي اليوسف بقول صراحة عداهم العيب ومظلومين وكذا، بس أنا لما دخل أخوي علي الدحاني وفند وقال هني أنا لي حرية الاختيار، لي عقل أفكر فيه، وين عقلي يروح مني ولا مني؟ بس أنت اليوم بيانك صراحة أخوي بو تركي مع احترامي لشخصك الكريم بيان خطأ، بيان أنت اليوم هذا عضو مجلس إدارة عندك مش موظف وليس مشرف انت حاطه وتمشي له 200 دينار، هذا عضو مجلس اداره ممثلا لاحد الانديه، لا يجب احترامه، يجب تقديره، يجب انك انت تقعد وياه قبل هذا. وبعدين شنو الداعي انت تجتمع يوم الاحد؟ شنو الجريمه اللي صارت عشان تجتمع يوم الاحد؟ ما انت ما اجتمعت حق احداث اكبر من ذلك، اليوم تجتمع عشان ما اخترت لاعب نادي السالميه؟ شو هالمصيبه هذه؟ طيب انا يعني قبل أن نروح حق موضوع آخر ونسكر الموضوع إذا في اتصالات أيضا حول هذا الموضوع يعني تعليقا على الموضوع، أول نقطة، النقطة اللي ذكرها الدكتور يعني اليوم شيخ تركي أو شيخ أحمد ما أصدر هالبيان والبيان باسمه إلا بعد ما تحدث الشيخ تركي، يعني معناته الموضوع أن أثارك رد أخونا أبو فواز على ولدك، هذا اللي واضح يا أبو أحمد يا عفوا يا ابو تركي، هذا اللي واضح، ولدك زعل وتضايق انت رحت طلعت بيان، هذا اللي نفهمه احنا، الا اذا انت عندك راي اخر. لان اليوم قبل شهر الاخ معلم رشيد طلع خمس نقاط سلبيه حطها فيكم، ناس مخالفين للواح والقوانين، ناس متفردين في القرار، ناس عندكم تخبط، ناس ما عندكم راي، ناس ما عندكم إدارة، فوضى إدارية، كل شيء حط فيكم النون وما يعلم. وكم مرة طلع مع أخوي محمد معل رشيد في القنوات؟ لا كم مرة طلع؟ يمكن ما أدري يعني أوكي أقول لك يعني لكن ما شفناك لا طلعت بيان
ولا فنت البيان ولا رديت عليه ولا ما زعلت على اللي حط فيكم الاخ معن الرشيد. رحت زعلت على زعل الشيخ تركي اليوسف يا ابو تركي. النقطه الثانيه يا شيخ احمد, اللجنه الفنيه ليش الهجوم عليها؟ ما تبوني بالريال؟ قعد ويا قول له يا علي الديحاني ترى احنا ما نبيك, احنا بالنا شخص ثاني نحطه رئيس لجنه فنيه, خل نمشي يعني يصير تدوير, يصير نفس ما صار مع لجنه المسابقات مع لجنه الحكام تصير بينكم. ما ليش تسوون بالريال اللي قاعد يشتغل كذي يا اخي؟ يعني لا تنشرون غسيل, اشتغلوا خلاص, اشتغلوا حق المكان اللي انتم فيه. ما تبي مثل ما قلت بدون ما انشر واقول واحد تعال يبا تعال يا اخوي انت عضو معانا ترى احنا اي والله كلنا نسوي كذي. انا بس خل هم بعتب على الاخوان في نادي النصر, ترى هذا ولدكم يا اخوي خالد شريده. يعني اليوم ما لكم موقف تردون على هالموضوع؟ يعني انا اشيد صراحه بالاخوان في نادي الكويت لما صار موضوع معن الرشيد, دافعوا عن معن وقفوا وياه ويمكن اصدروا بيان. اليوم انت نادي ولدكم اليوم قاعد يتهم انه والله يتدخل بالاتحاد بالتشكيله قدم استقالتك بعد طالبين منه قدم استقالتك وانتم ساكتين يا اخوي خالد شريده. امر صراحه. وبعدين بسعود بس بضيفك معلومه, ترى يوسف الرشيدي لاعب نادي النصر المستبعد. نعم. يعني اذا انت تقول هذا يعني محسوب, يعني افترض يعني دافع عنه علي الديحاني مستبعد ترى من لاعب ناديه ادري نادي صار من 2015 هو اساس الولد هذا استبعد. شو المشكله؟ اخر نقطه انت ذكرت الان انه يبغى المتحدث الرسمي الشيخ احمد اليوسف ومحمد خليل. انا الان على الهواء مباشره اوجه دعوه لك يا ابو تركي, مو انت متحدث رسمي, مو انت اللي تطلع في الاعلام, مو الدكتور محمد خليل, تعال دعوه, اختاروا اليوم, اختاروا الوقت, حتى انا مون على ابو حمد يبغى ان شاء الله تبي تطلعون الصبح نخلي برنامجنا الصبح, تبي الضيوف اللي انت تختارهم يبغى انت اختارهم, تعال حياك, تعال جاب الجمهور وجاب المشاهدين, خل المداخلات واتصالات, حياك الله. انت مو متحدث رسمي الان يا ابو تركي, حياك الله ونتشرف فيك ومكانك على العين والراس انت والدكتور محمد خليل, وحياكم الله ويانا ونكرمكم ونضيفكم. تبون بالليل هم العشاء علينا, تبون الظهر الغداء علينا, تبون الصبح الريوق علينا, شو اللي تامرون عليه يا ابو احمد يا ابو تركي احنا حاضرين انت والدكتور محمد خليل, حياكم الله. مو انتم العين متحدثين رسميين, حياكم الله. نوجه لكم من فضلك. انا عتبي على الانديه الرياضيه لأن الوضع اللي الآن قاعد أسمعه من الأخ معن رشيد واللي قاعد أسمعه الآن ومن خلال مداخلات والإخوان والضيوف أن دور الأندية الآن شبه مفقود, يجب أنهم يتدخلون لإعادة مسار الاتحاد الكويتي لكرة القدم, لأن هذا الوضع اللي قاعد أسمعه أنا والله ما لي أي علاقة ويا أخوي علي الديحاني, ما عمري شفته, لكن أنا مؤيد له لأن دور اللي قاعد يقوم فيه هو يا أخوانا باللجنة دور مميز. نعم. وهذه المسؤولية مسؤولية المدرب. لكن أنت بهالشكل هذا مو زين. نقطة سريعة عشان ما نطول في الموضوع. يمكن قبل شهر أو شهر ونص تقريبا كان مجرد الانتقاد الاتحاد الكويتي لكرة القدم يجيرك أنك أنت في يضعك في خانة أنك أنت تتبع فلان وتتبع تكتل معين. وما يفكرون ان فعلا احنا كنا نشوف مؤشرات وكانت واضحه ان في بعض السلبيات اللي ما في خلاف شخصي بينه وبين لا سمح الله اعضاء الاتحاد, كلهم اخوان وكلنا في يعني في قالب واحد, لكن للاسف ان هناك بعض وسائل الاعلام اللي كانت مجرد انك تفكر فقط مجرد انك تنتقد احد اعضاء الاتحاد يقولك ها انت محسوب على فلان, انت قاعد تنتقد اشخاصهم. اليوم لما تطلع مثل هذه الامور أصبح الأمر قدامكم, يعني إحنا رأينا كان واضح أن هناك في سلبيات في الاتحاد ولا زالت وستبقى إذا كان النهج مثل ما هو عليه الآن. فأنا أقول حتى وسائل الإعلام شاركت في الوضع اللي وصل للاتحاد, أن كل من كان يفكر أنه ينتقد الاتحاد أنت محسوب على فلان بلوك, وللأسف هذا غلط. نعم. والله يا أبو سعود أنا قلت لك عفوا عن حسن تفضل. أي والله لأني أنا هذا يمكن ناقشتها مع أبو سعود في فترة, كل المشكله كل القنوات الفضائيه اللي بالاخص الرياضيه
بما فيها أيضا تلفزيون الكويت نفس وحتى إذاعة الكويت حتى على المكشوف. ورديت على ذيك المرة بعثت حتى مسج حق أخوي كابتن عبد الطيف الرشدان قلت له نفس الكلام نفس الأحداث ونفس الكلام ينقال وما تقدر تي. وهم كانوا يتكلمون عن وضع الاتحاد وحتى عن الهيئة وما زالوا، لأن أنا ضرني بخاطري ذاك اليوم لما شفتكم حطيتوا اللقطة مالت نادي اليرموك على المنصة الرئيسية، كان المعلق ومدري إيش، وهذه بنيين تكلم فيها بعد شوي إذا سمع. فلهذا السبب التجهير هذا للقنوات هو سبب رئيسي لضيع. ومشكلة يا أبو سعود، مشكلة يا جماعة والله يا عم أبو بدر، أن في ناس في منهم يأخذونهم بالقنوات قسما بالله يمكن صار له سنتين أو ثلاث قام يكتب له بجريدة ولا مدري وين، ما لو تقول له هذا البس هالشورت ما يدري هذا الشورت مال قدم ولا طائرة ولا سلة، ما يعرف. لو تعطيه جلك الله وكرمكم الله لابتين يلعب فيه يدش في الملعب ما يدري هذا حق صالة ولا حق قدم، ما يعرف ما يدري. وقعدت بعض الوقت قلت لك قمت أكره أنك تتابع لتجييرهم فقط لناس معينة. طيب مسعود نص دقيقة، أنا ما أقول إلا الله يذكرك بالخير ويرجعك بالسلامة. الشيخ طلال فهد الأحمد عندما كان رئيس الاتحاد ما كان يسمح لي أي أمر من الأمور، وعند أخونا أبو عبد الوهاب سهو كان المتحدث الرسمي المميز. هذه كلمتي. بس أود أقول لك شغلة بس بعد، إذا أبو حسن يقول على موضوع يطلعون بالإعلام وكذا وهذا ناصة، أنا أقول لك في أعضاء لجان يا رجل ما يعرف عدد أندية بالاتحاد، ما يعرف أندية الكويتية كم 15 ولا 14 وشنو المراحل السنية. عضو لجنة ذاك اليوم يوم جو الاتحاد الدولي واجتمعوا بلجال الاتحاد توهق يدق تليفون يسألونه يقول له كم نادي عندكم بالكويت، مو عارف دق تليفون. طيب عموما اخونا عيسى الخليل يقول المفروض من الشيخ تركي اليوسف يوجه النقد الى رئيس الاتحاد الشيخ احمد اليوسف ونائب احمد عقله ومن يساندهم ويدعمهم من خارج الاتحاد. هذا راي اخونا عيسى الخليل. اخوي نواف العجمي نواف غصاب يقول استغرب من هذا التخبط اللي قاعد يصير في هذا التوقيت، المنتخب الاولمبي مقبل على تصفيات بعد 5 ايام، هذا البيان اللي يخرج من الاتحاد وملاحظه خاصه بيان النادي اللي يشكك في مستوى بعض اللاعبين المختارين يؤثر على نفسية اللاعبين المختارة للتصفيات، سقطة كبيرة وتوقيت خاطئ. عموما مشكور يا أخوي نواف، وأنت أيضا رجل إداري من أفضل إداري ونعم تشرف فيه. هنروح حق فاصل وبعدها سنة حياكم الله ويانا. اخونا عبد الله العنزي داز تغريده يقول كلمه شكر حق الاخ مصطفى جمعه كلمته في تلفزيون الكويت على اخواني البدون العسكريين، وجزاك الله خير يا ابو بدر. الله يحفظك يا رب ان شاء الله. شكرا. في معلومه وصلت لي يمكن الاخ او يمكن بوبو الدكتور تطرق لموضوع ان سطام السهلي هو المسؤول عن او المتحدث الاعلامي. المعلومه اللي وصلت لي هي معلومة أتمنى من الأخوان أو من أخوي سطام أو من الأخوان في الاتحاد يأكدون لنا هالخبر أو لا، أن الأخ سطام مستقيل صار له يمكن شهر أو شهرين حسب اللي بلغوني فيه الأخوان، والاتحاد إلى الآن لم يبت في هذه الاستقالة أو وافق عليها لكن ما يبي يطلعها للإعلام. أنا ما أدري مدى صحة الخبر، من أخوي سطام يأكد لنا وينفي أو الأخوان في الاتحاد يأكدون أو ينفون هالخبر حول استقالة المدير الإعلامي والمتحدث الإعلامي المدير الإعلامي في الاتحاد الكويتي الأخ سطام السهلي. أروح حق الاتصالات، أبدأ مع أخوي عمنا حجي أحمد. صبحك الله بالخير يا عم أبو يونس. صبحك الله بالخير مسعود. يا حياك الله. حييك وحيي الموجودين ودكتور محسن كل عام وأنت بخير. وأنت بخير عمي أبو يونس. بسعود أنا بس عندي بس أنا لفت نظري أنا الأيام بس مدام العم أبو بدر موجود. هلا عمو يونس. هلا عمي هلا يونس. حبيت بس يعني مشكلة نادي العربي صراحة لا تسب لا صديق ولا عدو. فبس عندي مقارنة أبو بدر، أنا دائما أروح نوتنغهام بإنجلترا أقعد في بالسنتر في كوستا في قبالي تمثال من نحاس عود بالسنتر نفسه.
سألت قلت هذا من حق التمثال ريال عود شايب؟ قالوا لي هذا أقدم واحد اسمه مستر براين، أقدم واحد مدير كان حق نوتنغهام فورست. يعني شلون يقدرون الناس اللي توفى سنة 2009 فيقدرون الناس اللي يخدموا النادي، وهذا عكس اللي عندنا هني بالعربية والقادسية، يعني تجاهلون اللي يخدموا النادي الكبار. يعني أنا أتمنى الأخ مصطفى أبو بدر يكون رئيس نادي العربي، وشاكرين لكم. الله يطول بعمرك. معانا أخونا طبعا عضو لجنة العلاقات الدولية في الاتحاد الكويتي كرة القدم الأخ عبد الله ضحوي. صبحك الله بالخير يا أبو سلمان. صبحك الله بالخير أبو سعود. يا حياك الله. صبح عليك وصبح على أخوان الموجودين. حياك الله. صبحك الله بالنور. الله يطول عمرك. بغيت أتكلم عن موضوع الأمس اللي حصل، موضوع الرئيس نادي سامي الشيخ تركي اليوسف عندما دخل مداخلة في برنامج بين الشوطين. نعم. وتكلم على الاتحاد الكويتي وطعن في اللجنة الفنية وتكلم في كلام شديد لهجة ووعيد للاتحاد. فأنا استغربت اليوم من البيان الاتحاد، فكان صدمة دخل المداخلة أخوي علي حسين الاتحاد رئيس اللجنة الفنية ورد على الشيخ تركي اليوسف رد مقنع. وللأمانة صراحة اليوم أخوي علي حسين الاتحاد رئيس اللجنة الفنية خذل الاتحاد في هذا البيان، وكنا من باب اول دير بالك لا يشيلونك يا ابو سلمان. انا ابو سعيد، انا اللي شفت اليوم، انا اشتغلت مع اخوي معن الشيخ، طبعا حضرت معاه كذا اجتماع للجنه الدوليه، فشاهدت هذا الرجل ابو محمد رجل مخلص ويعمل. فاذا الرجل اللي يعمل في الاتحاد الكويتي يصير عليه امس علي الديحان يدافع عن الاتحاد الكويتي، اليوم نزل بيان من باب اولى ان البيان اللي ينزل الاتحاد الكويتي يدافع عن علي حسين الديحاني، لان علي حسين الديحاني تدخل ودافع عن الاتحاد من قبل الاتهامات اللي اتهمها رئيس نادي السالبيه. فانا من الان اعلنها عندك ابو سعيد، اذا اللي يعمل في الاتحاد الكويتي ويخلص مع الاتحاد الكويتي ويترك بيته ويترك اهله مثل اخوي علي الديحاني ومعن الشيد ويعمل بالاتحاد الكويتي ومخلص بالاتحاد الكويتي، يخرج تركي اليوسف هذا ويخرج بيان من الشيخ احمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي، فهذه انا اعلنها من عندك ابو سعيد. انا من الان اقدم استقالتي من هذه اللجنه، لان العمل مع هذا الاتحاد ممكن باي لحظه يخذلنا لهذا الاتحاد. ويعطيكم العافيه اخوي ابو سعيد. مشكور يا ابو سلمان. اول شيء هذه شجاعه منك. يمكن البعض يرى ب يعني يمكن هذا الموضوع، حتى يمكن اخونا عيد يقول بعد استقاله معن لابد من تفكيك هذا الاتحاد، عمل مدروس ومرتب لاجل عين رئيس جديد يكون خالدا للاتحاد الكويتي. يمكن البعض يعني يؤيد كلام اخونا عيد، وان عمل مدروس ومرتب ل خلينا نقول حل الاتحاد الكويتي كره القدم، لكن موقفك هذا يا ابو سلمان موقف شجاع صراحه. يعني البعض لا يرى بانه والله ابي الكل يؤيد نفس الموقف ويقدم استقالته ولا يدعم اخونا ابو سلمان، اخونا عبد الله الضحوي ولا اخونا ابو فواز. لا لا، بس تتكلم اليوم وجهه نظر صحيحه وبدري. يعني الاتحاد بدال ما يدافع عن ابو فواز ويدافع عن ويرفض تدخل الشيخ تركي، يا رجل الشيخ تركي قال عنهم في لوبيات داخل الاتحاد تعمل للاتحاد يطلع بيان ينتقد يأيد كلام، والله من حق رؤساء الأندية يلا قولوا اللي تبونه ومن حقكم تنتقدونه ومن حقكم. لا أنا سؤالي لأخونا أبو تركي الشيخ أحمد اليوسف، أقول لو أن بيان صادر من نادي آخر أي نادي هل أنت ترد عليه بهالسرعة؟ ده نادي القادسية مطلعوا بيان عشان مساعد ندى، ايه ولا رد عليهم ولا تكلم ولا وين بيان الاتحاد على مشكلة الصغار البراعم؟ وينه؟ وين البيان على مشكلة القادسية والنصر؟ وين 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 وين؟ بسعود يعني صراحة أنا حيي أخوي أبو سلمان على هالموقف الشجاع. يعني اليوم هل أنت يا رئيس الاتحاد استدعيت عضوك وقعدت وياه قبل ما طلع البيان هذا؟ ما قعد وياه. يعني أنت ما يخالف أنت يا أخي، أنا دافع عن من يشتغل في المركب هذا معاي، يعني ما طلع البيان اللي طلع هذا، يعني كأنك أنت تضرب عضوك. صحيح صحيح. ما طيب. فيها مجال. مشكور يا أخوي عبد الله ضحوي على الجهود اللي بذلتها خلال الفترة الماضية مع اللجنة وحضوركم الاجتماعات، ويعني عمل يعني بعض الأمور أو عمل برنامج معين، وأنت مكسب لأي مكان تكون موجود فيه يا أبو سلمان، وشهادتنا فيك مجروحة، وإحنا تعاملنا وتعاشرنا معاك
وشفنا مدى اخلاصك وعملك في اي مكان تكون متواجد فيه. اخوي باسل عفوا ناصر صبحك الله بالخير. الو صبحك الله بالخير ابو سعود. صبحك الله بالنور. صبح الاخوان المتواجدين. احنا مشكلتنا حاليا في شارع الرياض يا ابو سعود، اذا انتبهت الاتحاد خلاص انت رسمي محسوب على الشيخ طلال الله يشافيه. يا رجل انا بتساوي انت بسياسه الشيخ طلال الله يشافيه عافيه في هذا الغازيه. احنا يا بتقول يا بدك تقول ويانا او ترك بوتله رسمي رسمي. اللي يلعب ضد نادي الغازية هذه نتيجة ضرب على نادي الغازية في النقاط الثلاث، تضربون لاعبين الأصغر، فاللي يقول حيلهم بينهم. وأخوي دكتور شلونك؟ طول عمرك الله يحفظك ناصر. كيف حالك؟ الله يحفظك. في معلومات والله وصلت لعد ماني، بتأكد لي ولا لا؟ تفضل. بخصوص الشيخ طلال الله يشافيه إذا رجع إن شاء الله احتمال كبير هو اللي راح يكون رئيس، والشيخ خالد الله يحفظه هو اللي راح يؤخر. مشكور يا أخوي وسيم. مشكور ما تقول الله. لا 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 الشيخ خالد موجود ان شاء الله عسى الله يطول عمره ابو فهد، والشيخ طلال ان شاء الله راد قريب ان شاء الله مشافه معافى بين اهله واخوانه، وخليه يرجع بالسلامه نفس ما قال اخوي، ونكون حدث حديث ان شاء الله. اخوي طالما قال يعني عن مشاكل اللي تعرض لها الاتحاد مع نادي القادسيه، ويمكن هو رايه لما قال حط حيلهم بينهم، يعني هو لا شك اكيد ان احنا كقدساويه مو راضين عن الاتحاد، مو راضين عن التصرفات اللي صارت مع نادي القادسيه في النقاط الثلاث، في مشكله الكارثه الاخلاقيه اللي صارت في دوري البراعم. ولكن بالنهايه هذا الاتحاد باسم الاتحاد الكويتي، يعني يعمل باسم الكويت تحت مظله الكويت، نجاحه من نجاح الكره الكويتيه، وفشله لا سمح الله من فشل الكره الكويتيه. احنا نتمنى، وهذه رساله نوجهها لكل اعضاء الاتحاد، ان هم يعيدون ترتيب يبنون بيتهم من الداخل. نعم. يعني لان انعكاسه راح يكون على الرياضه الكويتيه يعني. نعم. وان شاء الله نادي القادسيه يعني ما حد يقدر ياثر عليه ان شاء الله. اخوي علي صبحك الله بالخير. هلا هلا ابو سعود شلونك حبيبي؟ يا حياك الله. طيب معك علي الراشد. والنعم والنعم. هلا شاعرنا. هلا والله حياك الله. شلونك حبيبي؟ يا حياك الله. انا احيي ضيوفك واحيي مصطفى جمعه ابو بدر حبيبي من زمان. الله يحفظك يا رب. الله يسلمك ابو بدر. انا اقول لك ان شاء الله يرد شيخنا ابو مشعل، نقول يلا يا طلبتك يا مفرج الهم، يا مقسم الارزاق على عبيده، تشفي لنا ابو مشعل ترجع ايامه سعيده. فانا اقترح اقتراح على الجهات، ان شاء الله احنا في قره رجب، ان شاء الله تدور الروح الرياضيه بين الشيخ تركي وبين علي الديحاني. وانا اقترح انه يحطون مدربين الدولي مثل خالد احمد وهاني الصقر وانور، يحطونهم على مباريات العربي والقادسيه والسالميه، يختارون اللاعب اللي يبونه، واحسن من هذا، ولازم يكون قائد سفينه علشان يرفعون اسم الكويت في المنتخب ان شاء الله باليابان ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك يا اخوي علي. اخر اتصال اخوي محمد مشيمي اداري فريق السالميه السابق. حياك الله يا اخوي محمد. الله يحييك. السلام عليكم. كم السلام. السلام. هلا كم خير. حياك الله. تفضل. رسالة حق الشيخ تركي وكل أعضاء مجلس إدارة نادي السالمية، أحبكم وأقدركم، بس يا شيخ محمد الهويدي بطيء ولا هو لاعب أساسي عشان تقولون تضمونه حق المنتخب. مو لاعب، كان لاعب احتياط. شلون لاعب احتياط بتحطه أساسي بالمنتخب؟ وانا قلت حق ابو جاسم الوادي ادق عليه، يبي له شغل، يبي له خفض، ثقيل ثقيل. والنعم فيه لاعب مستقبله زين ان شاء الله نشوف فيه. يعني انت تشوف انه ما يصلح حق المنتخب؟ لا، حق نادي السالميه ما يصلح، حق نادي السالميه يبي له شغل، حق نادي السالميه يبي له شغل يخف يتحرك. ثقيل ثقيل. شلون نطالب فيه حق المنتخب؟ لا والله ما يصلح حق المنتخب، حتى حق نادي السالميه يبي له شغل، مخه نظيف صج. طيب شكرا لك اخوي محمد مشيمي داري فريق السالميه، عاد الله يعينك على السلماويه الحين. سعود اذا 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 السلماويه ما يبون محمد جاسم الهويدي، انا مستعد ما ادري شلون طريقه ان تكفل ان انقل القادسيه. محمد الهويدي انا متابعه من وهو صغير، احد النجوم ان شاء الله القادمين لكره القدم الكويتيه، يحتاج الى الصقل ويحتاج الى صحيح الى المثابره والجهد، ويحتاج الان انه يبعدونه عن المشكله المشاكل الاداريه. لكن الامان اللاعب هو يقول لاعب كبير يقول انه ثقيل. انت تدري شنو مركز محمد الهويدي؟ نص متاخر، نص متاخر. انت شنو تلعب باك؟
يلعب نص متاخر اكيد يعني يمسك كره يكون بطيء في حركته يقطع كره. الولد احنا متابعينه مراحل سنيه طيب. وهذا لاعب زين. عموما خل ان شاء الله بناخذ بعض الاتصالات بعد الفاصل ان شاء الله، لكن خلنا ندخل في موضوع حلقتنا اليوم الرئيسي موضوع اعلان الفيفا عن هناك نيه لزياده عدد المنتخبات، وعلى الاقل بلد واحد سيشارك دولة قطر في استضافة هذا الحدث. الكويت من الدول المطروحة اسمها بقوة لاستضافة بعض مباريات كأس العالم. خلينا نشوف التقرير وبعدها سنعود. منذ اللحظة الأولى التي تم فيها الإعلان عبر الوسائل الإعلامية العالمية والعربية عن استضافة دولة الكويت وسلطنة عمان جنبا إلى جنب مع دولة قطر لكأس العالم 2022، والصدمة اجتاحت الجماهير الرياضية الكويتية. بين مؤيد ومعارض وبعيدا عن الأمور السيادية والسياسية، كان السؤال الأهم: هل الكويت قادرة على هذا التنظيم خلال 3 سنوات؟ عند طرح هذا السؤال تأتي تباعاً عدة أسئلة تدور في ذهن المواطن قبل الرياضي الكويتي. ماذا عن أزمة الازدحام المروري؟ أين سنستقبل الجموع؟ كيف سنحل أزمة الحصى المتطاير؟ ليأتي الدور على الرياضيين بأسئلة أخرى: متى سنبني الملاعب؟ أليس من الأولى تطوير الرياضة أولاً أسوة بقطر؟ ومن ثم التفكير بتنظيم بطولة عالمية؟ أسئلة كثيرة تدور في بال الشارع الكويتي، ويبقى السؤال الأبرز: هل الكويت قادرة على تنظيم حدث رياضي كبير بعد آخر حدث تم تنظيمه في كأس آسيا عام 1980؟ شكرا اخوي طالب الشريف على قراءة التقرير. في استفتاء موجود في حسابنا الرسمي الخاص في البرنامج في تويتر: هل تؤيد استضافة الكويت لبعض مباريات كأس العالم مع الموافقة على جميع شروط الفيفا للاستضافة؟ 41% قايلين نعم، 59% قايلين لا. عم ببدر ابدي وياك، انت كنظرة اولية موافق ولا غير موافق؟ موافق على شنو؟ ان الكويت تستضيف. اي ليش مو موافق؟ فخر مع الشروط. فخر لنا مع الشروط. شنو الشروط؟ معروفه اللي قاعد تطرح. انا ما ادري هل هذه راح يتم مناقشتها مع الفيفا ولا لا. اكيد يعني ابرز شرطين اللي يمكن عليهم الجدل: السماح في المشروبات الروحيه. اي نعم. والسماح لاصحاب الجنسيه الاسرائيليه ان يدخلون الكويت. والله شوف، انا ضد دخول المشروبات الروحيه على طول. تمام. لا يمكن. مع ان المشروبات ترى موجوده الان في بعض المسارع، بعض الاواخير، بعض البيوت، بعض اكو السفارات. هاي السفارات مسموحه بشكل رسمي توصل، هذا الشيء موجود. هذا بالنسبه للجنسيه الاسرائيليه. اي نعم، دوله ما زالت عدو هذه لنا. ليش تدخل الجنسيه الاسرائيليه الى الكويت؟ لا، ما اعتقد ان ابو سعود هذه الشروط الاساسيه. هناك شروط اخرى: الامن والمطارات ووسائل النقل والفنادق والملاعب. هذه الامور الاساسيه، مو على ان احنا نترك هذا الموضوع كله بس نركز على هالنقطتين. هذه الدوله الفيفا الاتحاد الدولي يحترموننا، لان انتم بالفعل ما في عندكم علاقه بينكم بين دولة إسرائيل المعتدية. أيضا يدرون أن في قانون صدر من مجلس الأمة بمنع استيراد المشروبات الروحية وتداولها. هذا شيء واضح ما يبي له كلام. إحنا خلونا نتكلم عن الجوانب الأساسية اللي قلتها لحضرتك. الجوانب الأمنية. الأمنية. الأمنية والشوارع تدخل من ناحية. قول إن شاء الله. أنا الله يسلمك عندي 3 نقاط بتكلم فيها بشكل سريع. تفضل. اولا انا اشتركت بشكل مباشر في قمه مجلس التعاون بعد التحرير مباشره، واصعب قمه على دوله الكويت، والاسلحه منتشره والمتفجرات والالغام وكل شيء. نجحت دوله الكويت
بعد التحرير، وأنا كنت قائد تنظيم السير في هذا المؤتمر. نجحنا نجاح باهر من خلال وزارة الداخلية وبقية اللجان وبقية الوزارات، هذا رغم واحد. رغم اثنين، اي بس ها عم بويدر يعني شنو اسمح لي، قمة دول مجلس التعاون إيه؟ ترى خمس دول ما ست دول زين اوكي، وبعدين على مستوى القادم وكانهم معروف. لا لا لا, لا سلامتك كان لا كاس العالم جمهور وناس تتنقل مني ومنك اي لا اوكي اوكي تفرق عم ما يضر كل واحد. انا يعني ما بقلل ما بقل هذا عمل إيه جبار إيه ما في شك، يعني تأمين قادة دول مجلس التعاون وحفظ الأمن في ظل هالأجواء هذا ما نختلف عليه، لكن نتكلم أنت اليوم القادة وين؟ من المطار زين إلى القصر مكان واحد إيه معروف مؤمن. أنا نتكلم عن جمهور يتنقل ملاعب. اللي أقصده إن إحنا كنا في وضع بعد التحرير ترى معظم الأساسيات صحيح كانت مفقودة صحيح، ونجحنا والحمد لله رب العالمين. هذا جانب. الجانب الثاني 1989 نعم بطولة الصداقة والسلام على أستاذ كاظم الرياضي، هذه البطولة اللي حضر فيها هم سبع دول. الشهيد فهد الأحمد هو كان رئيس اللجنة العليا، والرئيس اللجنة الأمنية العليا الله يشفيه عبد الحميد الفريق عبد الحميد حجي عبد الرحيم، أنا كنت رئيس لجنة أمن الملاعب. سبع دول اشتركت، واللي حضر بلاتيني سامرانش هافي لانج. بالتسعة وثمانين بعد الحرب العراقية الإيرانية ونجحت دولة الكويت بجميع الهيئات والمؤسسات بالحفاظ على البطولة وعلى الأمن، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة أيضا مؤتمر القمة الإسلامي، مؤتمر القمة الإسلامي متى عقد بالكويت عام 1987 ميلادية، وهذا المؤتمر وقتها كانت الحرب العراقية الإيرانية مشتعلة. وأنا أيضا كان لي الشرف أني أنا قبل المؤتمر بسنة وثمان أشهر الشهيد يوسف المشاري الله يرحمه يا رب يقبل استدعاني، واستدعى الفريق أول متقاعد وكيل وزارة السابق غازي العمر أمسي عليه والله يشفيه، وشوف الفكر ماله قبل المؤتمر بسنة وثمان أشهر. وبعدين انضم لنا أخونا الفريق متقاعد مساعد الغوينم لأمن القصر، قعدنا ورتبنا الأمور واشتغلنا، والحمد لله قادة دول مجلس التعاون أرسلوا من الاستخبارات من أمن الدولة من وزراء يبون يشوفون الآن خلال الحرب العراقية الإيرانية من بين العراق وبين إيران وهم قريبين شلون أنتم بتحافظون على أمن الكويت. والحمد لله نجحنا نجاح باهر بكل المؤسسات الموجودة. يعني أنت شايف أمنيا؟ أنا أحيي رجال الشرطة وأحيي وزارة الدفاع وأحيي الحرس الوطني وأحيي كل الأجهزة الحكومية. الحمد لله إحنا ترى قادرين على أن نستدعي أي جهة من الجهات. صحيح أن هذه البطولة فيها جماهير، صحيح أن فيها جنسيات بعض الجنسيات الآن طرقنا عمي طرق تتعدل باجي اسبوع تتعدل اي باجي ثلاث بس هي مو معدلة لا الآن ايه؟ لا الآن لأن الطرق فاسدة اي نعم. طيب دكتور سعود صراحة الموضوع يعني يبيله وقت ويبيله أكثر من حلقة صراحة، موضوع كبير هو حلم، والحلم اليوم مغارب أن يصبح حقيقة، ولكن أنا قلتها في حلقة سابقة الموضوع هذا يبيله رجال دولة. يبيله رجال دولة بين قوسين رجال دولة. لا تعيشني موضوع وزارة المالية والدائرة المستندية وكذا وكذا وكذا، لا ديوان محاسبة ديوان محاسبة هذا إيه؟ اليوم هذا أنت تتكلم عن اليوم 2019 تتكلم عن 2022 بقى على الحدث سنتين. مبدأ مثل يقول لك حط فلوسك بالشمس وقعد بالظلال. طبعا اليوم إذا أنت وجدت الشخص المسؤول اللي خاف الله في البلد هذا وعطيته حرية التصرف زين وقلت له اشتغل شو يسوي في البلد؟ مسؤول شيء خاف الله في البلد خاف الله. نعم خاف الله بالبلد على قولتهم ومحاسب زي ولا لا مو محاسب ان اليوم يطول العمر ترى في ملاعب انشئت في جنوب افريقيا وفي روسيا في اقل من المده الزمنيه هذه
ولكن احنا نتكلم اليوم بسعود تنظيم كأس العالم أعلى حدث في العالم يتطلب منشأة ومواصلات، مواصلات شنو؟ طرق وقطارات وأنفاق ومطارات، زين، سكن، تنظيم، جمهور. اليوم انت حضور الجمهور مو ملعب بس يا جماعة، حضور الجمهور في شغب برا الملعب يا جماعة. هناك من يستخدم الجمهور ويتابعه من خروجه من الفندق مسكنه إلى حضور المباراة وما بعد المباراة رجوعه. غير هذا يا جماعة هناك شروط أنتم ذكرتوها اثنين، قلت لك الشرطين هذيل خارج عن نظامنا الدستوري والإسلامي و و و و. اليوم أنت قلت لك إذا البلد قيادة البلد تبي، هناك تفاهم يجب أن 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 ينشأ بين السلطة والمشرع، أن يتفق أن اليوم إحنا نبي ننظم كأس العالم وكأس العالم لها شروط معينة، نفس ما اجتمعوا بيوم الأيام وأصدروا قانون انتخاب المرأة وغيره 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 وغيره. عدل أخوي بدر؟ إيه نعم. فأمور صحيح كثيرة لابد أنت اليوم تتفق عليها. صح. مرة من المرات كان هناك عندنا مؤتمر اسمه تنظيم الإدارة مانجمنت وسكيورتي، منو كان يحاضر فيه؟ حاليا هو الأمين العام للاتحاد الأسيوي وينزر. وينزر هذا نظم أربع كأس عالم، أربع كؤوس عالم بما فيهم الأخيرة اللي صارت في روسيا. يا جماعة تدرون أنتم بروسيا كم شخص من قطر، من الإخوان في قطر راحوا عشان التنظيم؟ كم واحد من وزارة الداخلية القطرية راح عشان يشوف الروس شلون يشتغلون في التنظيم وشلون يسيطرون على الجمهور وشلون وشلون هذا؟ اليوم التنظيم يا جماعة يبي هناك تحالف بين وزارة الداخلية والدفاع والمطافي وغيره. يا جماعة أنا ما بيصدمكم، تبي أخدمك؟ لا لا، أنا بقولك شغلة، أنا ما بيصدمكم، إحنا طال عمرك في النهائيات، بالنهائيات والتنظيمات اللي تعاقب عليها الكويت نستجدي وزارة الصحة لإحضار ثلاث إسعافات. نستجدي في بلد غني مثل الكويت تكفى حضر لي، لأن إذا ما جبتهم المراقب الأسيوي عاقبني بسعود. فأنت اليوم تبي تنظم كأس العالم، أنا أقول لك كأس العالم يعني يبي له شغل. وغير هذا وينزر علمنا أن العمل مو عمل شهري ولا شهرين، لا، اليوم أنت يغرون الكويت تحط ساعة كم يوم باقي اللي عقبة تنقص يوم إلى يوم صفارة الحكم بداية تنظيم، يبي له عمل جبار. يعني أنت شايف غير قادرين على التنظيم؟ أنا قلت لك إذا إذا, إذا 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 هناك رجال شروة من يسمع، رجال دولة تقوم بالدور هذا، لا الكويت غادرة ثم قادرة ثم غادرة. بس توفر قلت لك جميع المطلبات، سكن، مواصلات، منشأة، كل شيء. دكتور أول شيء أنا مع التنظيم، بس التنظيم مو بالمستوى اللي قاعد يقول عنه الدكتور. الدكتور قال وعبد الله يقول على يعتقد يعني إحنا راح ننظم كل كأس العالم. إحنا السؤال كم فريق راح يلعب عندك؟ 16. أنت مو أنت المنظم، لا لا، إحنا كلنا 16 فريق يكون في الكويت. ما أعتقد يعطونك النص، يعطونك يمكن بعض المباريات كم مثل ما صار. شوف إذا زادوا 48 ثلث عندك، إذا 48 دولة فعلى الأقل على الأقل عندك 24 دولة على الأقل. إذا دولتين، إذا دولتين، إذا ثلاثة ستة، ثلاثة ستة، إذا أربعة. اسمح لي تكفى أخوي، إذا كان 24 دولة راح تجي عندك هي أنا وأنا في الكويت في الوضع الحالي، ومثل ما قال الدكتور أحتاج رجال دولة أو أحتاج ناس مخلصة للدولة تحب الكويت وتكون مخلصة، لا ما أقدر أنظم. ما شغل رجال دولة يا جماعة. لا أنا أقول لك ليش ما شغل. بس اسمح لي، خل قول أنت، قول لي ليش أنا ما شغل. يعني أنا الحين أوريك شيء، أوريك شيء، لحظة أوريك شيء. هذا خبر محطوط سنة 2014، تقول لي رجال دولة؟ ما أنا شغل رجال دولة. المترو 20/8/2014 المواصلات تقول السكة الحديدية الكويتية جاهزة عام 2018، لا يبقى طول 800 كيلومتر من وصيب حلو حتى ميناء مبارك كبير، انا ماني وتمر ب 40 مزرعه في الوفد. بس انا ما شغل رجال دوله يا ابو انا خلينا نتكلم امكانياتنا، هل نقدر نسوي مثل ما قال ابو؟ والله نقدر. لا يا جماعه زين، قطر مو قدرت، قطر اصغر منك بصحه يا بس. لا لا خل بس انا عفوا، قطر عندها بنيه تحتيه، لا لا مسعود، لا عندها مسعود، احنا ما عندنا، عندنا احنا كل شيء. اسمح لي مسعود تكفى، انا ليش احط لك هالامور؟ لان انا لما اجي اشوف مثل ما قال الدكتور ومثل ما قال اخوي بدر، الامر اللي احنا قاعدين نعيشه وهذيل من اعضاء الهيئه موجودين، هيئه شباب، انا عندي صالات
كان قرارها واتفاق عليها 36 شهر، احنا الان بالسنة الخامسة من بناء هذه الصالات، الى اليوم الطف عليها كأنك انت طايف. اذا بغيت تدلي واحد تقول له تعالي بالمسائل انا قاعد، او بالمسيلة، او اني بروح والله القهوة او المكان الفلاني الطريق الفلاني، تمر على صالات تلقاها على ايدك اليمين تلقانا احنا هني قاعدين. شو السالفة ابو سعود؟ معقولة 5 سنين عشان تخلص وبدون ما يدري عنها لا اتحاد لا الطائرة لا السلة لا اي واحد من الاتحادات هذه؟ تقصد هذا شغل رجال دولة؟ ما شغل رجال دولة؟ احنا مو هني الكلام، ما شغل رجال دولة؟ اذا وجدوا ليش ابو سعود، ليش اذا كان الديوان الاميري ياخذ مشروع ينجز من اروع ما يمكن وباسرع وقت وبافضل وقت وباجمل؟ شوف المسرح مال الله يرحمه الشيخ جابر، مركز. طيب. شوفه وايد امور وقعدت بنا وبانجاز وبسريع وبشيء طيب، لكن انت لما تظل على هذا الوضع ابو سعود احنا ما نتكلم عن حقبه سابقه، احنا نقول اذا انت تبي بمكانك. ما يصير يا جماعه، ما يصير. وعلى موضوع عفوا ابو عمر، انتوا الحين كلكم ايدين انه والله نقدر. انا اقول لك ما نقدر، بس اهم شيء الشرطين اللي قلت عنهم، انا اضم صوتي للاخوان، انا لا اقبل بهذا الامر نهائيا، لا ولا الشراب ولا شوفه على قولتنا الاسرائيليين. طيب. هذا بلد عدو لا يصلح ان نتعامل معه. ابو عمر، ابو سعود، شوف هو في فرق كبير ما بين الامنيات وما بين الواقع. الامنيات احنا لو بيدنا يعني الشخص او الجهه اللي راح تجيب كاس العالم بالكويت نصنع لها تمثال ذهبي في الصفات من كثر فرحتنا يعني. فاكيد هذا حلم من الصعب انه يتكرر، فرصه لا يمكن لا يمكن لا يمكن تفريط فيها. ولكن الواقع، اذا احنا بنلتفت على الواقع، لا تاخذنا يعني الفرحه في مثل هذا الانجاز ونقول ان الامر هذا ممكن تحقيقه في هذا الوضع اللي احنا فيه. ما لم يتغير الوضع 180 درجه من حيث رؤيه الدوله، استدامه المشاريع، الرؤيه الحقيقيه للعمل المشترك بين كل جهات الدوله، ما في جهه واحده مو مسؤوله عن تنظيم مثل هذه الفعاليه. في اليوم احنا نتكلم في 16/3/2019، هذا الامر يعني بالماينس، بعد مو صفر، بالماينس. شنو اللي راح يصير خلال الفتره القادمه ان هذا الامر راح يصير؟ هل هي مجرد امنيات؟ انا اشوف ان الامنيات هذه يعني اشبه بالاستحاله، ولكن اذا والله الدوله كلها راح تستنفر انها تنفذ هذا الامر، احنا وياها وعلى يمناها، وبالعكس هذه بلدنا ومستعدين نخدم في اي مجال. انا اقصد ان احنا مع احترامي وكامل تقدير للامثله اللي قالها ابو بدر تختلف بشكل كبير جدا، يعني ابو بدر ترى للعلم سنه 89 انا كنت متطوع في دوره الصداقه والسلام، كنت مرافق للوفد البحريني، لازلت اذكر اقول شلون كان الشغل يتم بهذه الاحترافيه، لكن هذا الحكي سنه 89، انت اليوم 2019 كان في رجال دولة. الوضع كله اختلف، الدولة كلها اختلفت من كل النواحي. فهل الدولة يعني ولا قصورا في حضورنا؟ بس هذا الكلام لا يجب ان يناقش على اعلى المستويات، الدولة كلها يجب ان تجتمع. بعدين انا اقول لك في افضل الحالات احنا ما نفكر يعني بالتنظيم، يفترض ان احنا ما نفكر بالتنظيم، احنا نفكر بالتنفيذ فقط. هناك لجنة يجب احترام عملها من سنة، يعني هم قدموا مشروعهم سنة 2009 اللي هم اخوان في دولة قطر، واعتقد سموه اللجنة المشاريع المشاريع والارث. انا اقول ان في افضل الحالات يجب ان تكون المجموعة اللي راح تلعب في دولة الكويت تحت اشراف المباشر للاخوان في دولة قطر. اذا احنا فعلا قاعد نتكلم في مبدا، لا ما يصير بس خلاص هذه اهانه لنا. لا لا اوصل فكرتي عزيز. لا اهانه لنا. انا مو اقل وطنيه عزيز. انا قاعد اتكلم عن نجاح. احنا طول عمرنا قاعد نقول ان احنا ودول مجلس التعاون دول واحده، ما نختلف. اكمل اهلنا واخواننا، بس انت اليوم تقول لي انا اقول لك ليش عزيز ننظم ويجيب مثل اخواننا القطريين وما يشوفون علينا. انا اقول لك ليش عزيز، عشان كم منظمين. لحظه انا اقول لك ليش عزيز، لان احنا ما عندنا قصص نجاح تماثل عمل شيء مثل كاس العالم. مثل ما قال الدكتور، دوله قطر صار لها تستعد من سنه 2009 في خلال فتره السنوات الماضيه، الاخوان مو حاطين ايديهم على خدم، قاعد يجهزون فرق عمل. شو المشكله انهم يجون
ويديرون العملية وإحنا ننفذ هذا العمل. وصدقني إحنا مو أنا يعني ما أقول إن العنصر الكويتي أقل من هذا العنصر، لكن العنصر القطري، لكن العنصر القطري خذ حاصلة في التدريب. بالنهاية بالنهاية إحنا نبي نجاح مثل هذه الفكرة متى ما حدثت. لكن أنا قاعد أقول لك في ظل الوضع الحالي الحديث عن استضافة الكويت لكأس العالم هي أمنيات، لكن الواقع ما يستعد. أنا بيكم والله، بس خلنا نروح حق الفاصل لأني تأخرت عليه، راح أعطي كل مجال للتعليق. فاصل وبعدها سنة. حياكم الله ويانا، تفضل عم بدر. والله أنا عندي تجربة الكلام اللي تفضلوا فيه الأخوان، بالذات الأخ أبو عمر. أنا يوم كنت مدير عام الدفاع المدني ب 2000-2001، نعم، الفترة اللي قعدت فيها 5 سنوات، جاءنا وفد من دولة قطر الشقيقة، نعم، مكون من 13 برئاسة وكيل وزارة الأشغال، أعتقد اسمه المهندس عبد الرحمن أبو عينين، نعم، جايين الكويت بيشوفون تجربة دولة الكويت في الصرف الصحي ومياه الأمطار. نعم. وقعدتهم أنا مع كل الوكلاء والوكلاء المساعدين في وزارات الدولة. فهذه تجربة من التجارب هم خذوها ونفذوا هذه التجربة في دولة قطر الشقيقة. بس عندي كلمة صغيرة. إحنا تكلمنا قبل شوي وقال أبو عمر رأي الطيب، وطبعا دكتور ولا هم أبو بدر ولا أنتم جميعا. أبو سعود، كل هذا المشروع وهذا العمل واقف على الدولة. هل الدولة تبي تنهض بشيء من هالرياضة؟ لو كان فعلا يعني النصيب ان نكون احنا من مستضيفين بعض الفرق اللي راح تشارك في كأس العالم، اذا الدولة تبي راح يصير. طيب. لان انا ما اعتقد ان شباب ان ناقص أنا في سؤال او عنده تقصير او ما يقدر عليه تنظيم مثل هالبطولة. وانا احنا قبل شوي تكلمنا 89 لما صارت الصداقة والسلام، كل الدنيا كلها كل الاندية الإيد بيد بعضها، لأنه كان لا تنسى كان رحمة الله عليه الشهيد مسعود. إذا شهر إذا شهر 6 وتم اختيار الكويت، أنتوا الآن حضراتكم من تقترحون يكون رئيس اللجنة العليا لهالمسابقة لهالبطولة هذه أو لهالحدث هذا؟ الشيخ من تقترح؟ سمو الأمير حضرة صاحب السمو. نعم طبعا. نعم سمو الأمير مقطع. مسعود حلو، أنا بقولك شغلة. اليوم لما أنت تشوف مراسلات الدولة كلها بشعاراتها مكتوب رؤية الكويت 2030. اليوم أنت لما بتعيش الحلم وتخلي الشعب يعيشه وياك، لابد أنك أنت تخلي الجمهور يعيش هالحلم هذا. أنت شو المشكلة أنت بعد ما تتضافر الجهود تقول والله حلم 2022 كأس العالم في الكويت 2022 أو جزء من المجموعات 20. بسعود، كم من الفرق راحت وأهلت في البرازيل وفي روسيا، أخواننا من قطر، تدري كم رئيس ملعب أدار نهائيات كأس العالم في روسيا من قطر بالتعاون مع الاتحاد الدولي؟ من 3 إلى 4 أشخاص بسعود. نعم. داروا يعني دار الملعب بالكامل، من دخول جمهور، من خروج جمهور، من طاقم فرق وصلت كذا، هذا كله غير هذا بسعود. اليوم أنت لما تجي لا تنسى أن الاتحاد الدولي هناك فرق أمنية، نعم، وتنظيمية. استكفى دكتور. تشوف أتفضلك. يرحم والديك. أنا بروح عندي تقرير أخبار طول ترى. ثانية واحدة بس. لأن كل واحد طلب مني نقطة وعطيتها. تدري ليش بسعود؟ لأن أنا شنو أقول للحلم هذا؟ يعني هل تعتقد في يوم من الأيام ممكن بعد كم سنة ممكن إحنا ندخل في الأمور اللي بتاعي حتى نقدر ننظم بطولة مثل كأس العالم؟ لا بس بقول شيء الأنصاري، شوف أقول شغله. يعني تدل ليش دائماً دائماً تكون هذه ردة طيبة دائماً دائماً طول العمر. اليوم أنت لما تي عند شخص محاضر شرو أخوي الأنصاري وقعد يا عنده بالمحاضرة مدة شهر، بالنهاية بطلع فايدة طبعاً. عدل ومعدل بالضبط. اليوم أنت لما تي بالإصطاف التنظيمي الأمني جيش شرطة، أنا بيوم من الأيام شفنا أنتوا كلكم شفتهم يوم تنظيم كأس العالم في اليابان وكوريا، نعم، طلعوا بالأخبار الجيش الياباني الجيش الكوري طالع وجايب جمهور وهمي يقط عليه الشبك، إنه ما يبي الجمهور يتعور، يعني ما يبي طقه بالعصاية، فهمت ولا لا؟ فهذه أمور اليوم أنت تتكلم على اليابان وكوريا، فما بالك أحدث الطرق صارت الأمنية والسيطرة على الجمهور في روسيا. لا
اليوم طيب. انت قاعد اقول لك لما انت توفد اشخاص وتمرنهم 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 وبعدين انا اقول شغله يساعدك في ذلك انك انت تدش تنضوي تنظيميا بالبدايه تعلم 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 تحت الاخوان في قطر طيب تمرن يوم تمرن يوم تمرن وبعدين شغله الاتحاد الدولي ما يقبلك بالكروه اخرج لا الاتحاد الدولي راح يجيك كل شهر كل شهرين يشوف منشاتك يشوف امورك خل اقول لك مثل ما قال ابو سعود ان كانت تحت مظله الله سبحانه وتعالى ثم سمو الامير تنتهي القضيه يقول اذا حضر الماء يبطل التيمم ما فيها روح طيب. تعال خلينا نشوف احنا نوقف على شنو راي الجماهير الرياضيه او اللاعبين الرياضيين والاداريين حول استضافه الكويت لكاس العالم. كابتن تسمع ان ممكن الكويت ينظم كاس العالم ايش رايك؟ والله استضافة يعني الكل بتمناها، أي بلد في العالم بتمنى استضافة كأس العالم، يعني كأس عالم متابعين ومشاهدين العالم كلها، فإن شاء الله يا رب تكون استضافة كأس العالم للكويت إن شاء الله يا رب. أتوقع الكويت قادرة على هالشيء؟ إي بإذن الله قادرة. صعبة لأن ما عندنا إلا ملعب واحد زين اللي هو أستاذ جابر، حتى يمكن أرضيته يعني ما مو زينة. ما أتوقع. إن شاء الله نكون على حسن الثقة اللي بيعطينا إياها، بس يبي لها شغل يعني شيء مو سهل إنك تستضيف مجموعة من كأس العالم. من عندك الملاعب تنظيم اشياء كثيره يعني محتاجينها احنا خلال الفتره هذه. لانه يبي له شغل يبي له منشات يبي له احداث يبي له اجتماعاتكم مع المسؤولين الكبار ولازم تعرف شنو خطه العام اللي انت بتسوي الاليه اللي عندك يعني زي بتسوي باتحاد الكويت كره قدم طبعا لازم يكون تفكيرك عالي وان شاء الله ان شاء الله نتامل كل خير ان شاء الله. الاستضافه راح تقدم وايد حق الكره الكويتيه. راح العالم راح يشوفون الكويت يبي له جاهزيه حق المنتخب الاول يبي لك تبني ملاعب يبي لك يعني اعداد من كل شيء من الاداره من اعداد فني اعداد لاعبين. قرار في وقت الامانه الرياضه محتاجه عندنا لعمل كثير جدا محتاجه ل يعني بيئه تحتيه محتاجه الى ملاعب محتاجه الى عقول مفكره في الرياضه يعني اعتقد كثير من الامور اللي نحتاجها للامانه. اعتقد كاس العالم اذا 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 تمت يعني الموافقه عليه ان يتم بالكويت اعتقد هي فرصه جدا جدا ممتازه للنهوض بالرياضه الكويتيه. والله احنا عندنا كل شيء وقادرين على كل شيء لكن الانفس ان شاء الله تصفى باذن الله باذن الله باذن الله ان نستضيفها. والله اكيد شيء مشرف يعني شيء مشرف اولا ان استضافه كاس العالم في دول الخليج وثانيا في بلدي الكويت طبعا شيء نفتخر فيه احنا كمواطنين. اتمنى ان يعني الفكره هذه تحظى بالدعم من جانب الحكومه. في عقبات ممكن ان شاء الله بتضافر الجهود تضافر الاخوان انه ممكن تنحل. تتكلمي على منشآت جديدة أعتقد لغاية كأس العالم باقي 3 سنوات هذه مدة كافية إن شاء الله يبنون فيها منشآت رياضية حق البطولة. تتكلم أنت شنو الفوائد اللي راح تجي إن شاء الله للدولة من كأس العالم. تتكلم أنت عشان اقتصادي تتكلم يعني انتشار أيضا سياحي راح يكون موجود بلد راح تكون في بنية تحتية على مستوى عالي راح تكون في عندك منشآت رياضية حتى يعني كشهرة أنت تتكلم لبلد إن البلد صغير المساحة لكن بيكون مميز بهالأداء هذا وهالتنظيم الرائع ممكن هذا يعطي الكويت أيضا شهرة واسعة. خبر مفرح للجميع. نتمنى أن تكون هناك رغبة جادة من قبل المسؤولين على تنظيم هذا الحدث التاريخي اللي يسجل للكرة الكويتية. أنا أعتقد يمكن إن شاء الله ما في شيء صعب ولا في شيء مستحيل. الرغبة دام الرغبة موجودة دام الهدف موجود إن شاء الله يعني الكويت قادرة بإذن الله أنها تستضيف مجموعتين من كأس العالم إن شاء الله. شكرا طبعا لزملائنا اللي تعاونوا معنا الإخوان الرياضيين. أنا اللي شدني يمكن توا أخوي أبو عمر تطرقنا لهذا الموضوع اللي شدني أن الفيفا حط استاد صباح السالم من ضمن الملاعب القادره على استضافه شلون؟ انا رايي لا نادي القادسيه ولا العربي ولا الكويت لان ماكو خدمات بالنادي الدخول. لا الكويت ممكن. لا الكويت ما عندهم الا المنصه بس. إيه؟ المنصه لكن انا اقصد فيها لا غير المواقف انت محتاج الى اشياء ثانيه. انت انزل تحت المدرجات انزل الى المنصه الرئيسيه عزك الله روح دوره المياه روح شوف
لا لا انا ما اتكلم عنها. وبعدين المدرجات أنا أتكلم عن الامور اللوجستية يعني المواقف حق السيارات. تبي بالتدرج او الافضل في التدرج في مقصورة رئيسية او منصة اميرية في كباين حق معلقين بالتدرج بالتدرج اذا الاندية اللي تفضلت فيها رقم واحد نادي الكويت استاذ جابر ما في لا استاذ جابر هو انا مفروم رقم واحد نادي الكويت اثنين النادي العربي ثلاثة لا النادي العربي سعود انا اذا التسلسل قاعد اقول لا ما تحطه بالحسبه النادي العربي سعود وين يصفطون الناس عم بدر وقاعد اقول لك انا الحين الجمهور بيروح وين يصفط انا مو موافق ياجر ملوك بيوت ولا شلون يعني انا مو موافق اصلا على لا لا العربي شيله بالحسبه مو موافق ولا القادسيه لحظه في ظل يا جماعه الاتحاد الدولي يتوقع قال على المكان مو في ظل المنشاه هذه في ظل المنشاه هذه لا يمكن اصلا ما في يعني ادنى شروط الاتحاد الدولي مش موجوده طيب السؤال عفوا تفضلك زين هو شوف الملاعب يعني اللي ممكن نقدر نقول والله يا جماعه تعالوا اكشفوا عليها ترى استاذ جابر النصر والنصر شنو تم تعديله بالكامل تقريبا تم تغييره 50% عشان بطوله الخليج السابقه وبعدين يصير وراهم الساد نادي الكويت لانه في منصه اميريه السؤال هل ما نقدر بس انا اقول شغله نادي العربي في المنشاه هذه لا هذا مش لازم غيرها حتى غيرها بوسط عفوا اي مكان حق بطوله كاس العالم هذه مثل ما تفضل مسعود ان اللي بين البيوت وبين يعني المناطق هذه السكنيه لا يصلح طبعا وبعدين تعالوا احنا كل هالتشول اللي عندنا هالبران هذه كلها ولا ما يصير ياخذون اراضي بعد الدوله لا ما ادري بعد اذا الاراضي قاعد توزع على دينارين ونص وما ادري شنو مترها بالسنه ما يعطون هذيلي ما نقدر نبني طيب. ملاعب عفوا يعني لو ثلاث ملاعب ايش كثر بتاخذ لها وقت ترى ما تاخذ سنه تدري انت ملاعب المانيا ايش كثر انبنت شنو المده اللي انبنت فيها ترى سنه وثمان اشهر واحنا اول العام لما كنا هناك بالمانيا وانا توني قاعد اقول لك على لما كنت في برلين ومرينا على قولتنا ميونخ ملاعب بنت باستحداث سنة وثمان تشر قال له تفضل جاهز سواء كان طريقة الدخول والخروج والمواقف وكل شيء وإحنا كل هالبر وكل هالإمكانية اللي في الدولة تبرع واحد من الكويت لأي مكان أو أي جهة في العالم تبني لنا خمس ملاعب ما هي حسن أبو عمر يعني معقولة الفيفا مقتنع بالدراسه وحاط لا مستحيل مستحيل ما اصدق انا ما اصدق ما اصدق صراحه طبعا بعد لا يقولون العرباويه عشان ضد النادي العربي لا 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 يعني لا العربي ولا القادسيه شوف عزيز احنا الحين قاعد ندفع ثمن تخلف الدوله الرياضيه خلال سنوات السابقه في عدم كم رياضي صاح وصارخ ابن ملاعب الكويت مؤهله لتستضيف بطولات قاريه واقليميه لكن للاسف لا حياه لمن تنادي استاد واحد استاد جابر وقع في سنة 2005 وافتتح بعد 2015 يعني 10 سنوات من الأخذ والجد لكن احنا دائما نقول الشخص الناجح هو يبحث عن حلول ما يفكر فقط بالعقبات او بالعواقب اسف يعني انا يمكن في طرح بسيط اذا كان يساعد احنا اذا هذا المشروع مو مشروع اتحاد قدم ولا هيئة العامة للرياضة ولا لا هذا مشروع دولة فكل مؤسسات الدوله يجب ان تتضافر انا الحقيقه اقول بغض النظر الكويت استضافت كاس العالم او استضافت او ما استضافت انت بحاجه لثوره في عالم المنشآت الرياضيه انا قاعد الاحظ ان كل مؤسسه بالكويت قاعد تشتغل بروحها والنتيجه ان تدني مستوى الخدمات يعني اعطيك على سبيل المثال اليوم احنا في 2019 في ملعب قاعد يبنى وعلى قدم وساق في جامعة الجدادية اللي جامعة صباح السالم اللي في منطقة الجدادية في أحد يعني يدري عنه ملعب يعني أنا ما أقصد يدري عنه أكيد في جهة قاعد تشرف عنه أنا أقصد فنيا أنا اللي خايف منه والمتوقع بحكم التجارب السابقة أن الملعب راح يبنى ويصرف عليه مبلغ ثم تطلع فيه عيوب لا يتطابق فيه مع المنظمات الدولية طيب شو المانع أنه من اليوم أن تشكل لجنة فريق عمل أيا كان أن أي استاد يبنى لازم يتطابق مع المواصفات الدولية أي صالة تبنى تتطابق مع المواصفات بس لا تقول لجان يرحم والديك أبو عمر تدري لا أقصد أيا كان فيني حساسية والله العظيم لجان أيا كان مسعود عزيز والله العظيم مسعود كلام أبو عمر براسه خلي كمل بس كلمته خلي كمل زين هذا الاستاد موجود الآن قاعد يبنى وأتوقع أنه عدى مراحل التصميم والتنفيذ بدأ التنفيذ في استاد آخر أيضا بني والغريب في الموضوع أن الإعلان الرسمي أنه ماخذ موافقة الفيفا
لكن لم الان لم تط في اي مباراه لم اللي هو استاد التابع للهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقه الشويخ اللي صاير في حدث. طيب هذا الخبر اللي نازل اليوم في موقع الديربي يعني خسرنا نشوف في موقع الديربي دش عليه ان بشرى ساره ان ان الاستاذ هذا خذ موافقه الفيفا. اذا انت عندك استاد مهيئ يفترض نعم على حسب اللي انت معلن بس انا ادري انه مو مهيئ لان على الاقل انا رايي صناعي يعني طيب. فانا اقول توصيه اخذوها من برنامج الديربي اي منشاه رياضيه يجب ان تؤهل فنيا حسب متطلبات يعني عطى الخباز خمسه لا بس انا بجيب بدر على هالنقطه يعني انت ذكرت موضوع المعلق تذكرون المعلق اللي قاعد يعلق في المقصوره انا كلمني الاخ ابو عيسى احمد جاركي ونعم ابو عيسى وقال لي الموضوع عند الاخوان في الهيئه لان الكباين اللي موجوده وهذه النقطه اللي قالها ابو عمر اليوم الكباين يقول لك مو متوفره فيها الامكانيات اللازمه حق المعلق خاطبنا الهيئه بس عشان اوضح رد اخونا ابو عيسى احمد جاركي خاطبنا الهيئه يقولون يعني انطر وهذا وهذا وانطر لين اليوم يقول لك انطرنا لميزانية شهر 4 فاليوم انت مثل ما قال ابو عمر اليوم انت لما بنيت الملعب شلون يعني هو شنو اللي صاير المراسلات انه في كيبل شلون يوصل الغرفه اللي نعم كيبل التلفزيون السؤال ابو سعود نفس الكلام اللي انت قلته من فتره انه ما يقدرون يمرون اثنين صحيح في الكرادور مال الملعب مال ملعب اليرموك ليش؟ لما تجي تسال اعضاء اليرموك مساكين شو يقول لك؟ يقول مو احنا اللي اشرفنا عليه اللي اشرف عليه الاخوان في الهيئه انا نفسي عفوا تكفى ابو عمر نفس الحدث اللي عندنا الان انا قاعد مع اخوي وليد امان رئيس الاتحاد الان والاخوي عبد الله كايد الامين السر امسي عليهم ولا نصبح نفس الاحداث ما صارت معانا ايام الصالات مجمع الصالات لكره الطائره واليد والسله تقعد معاهم ما يدرون الله يرحمك كان يا محمد حبيب الاستاذ محمد حبيب كان هو حضر الله يرحمه كان قبل حتى بعد فتره قلنا له ابو جاسم تروح لهم الله يرحمه قال لا والله انا طلبوني مره واحده الاخوان بالهيئه اعطيتهم بعض التنسيق وجبت لهم معلومات من الصالات اللي موجوده باليابان مشكلتنا ما في يا ابو سعود ونعيد نفس الكلام ما عندنا رجال دوله تقوم بعمل طيب كل شيء لما تقول له قال لك لا يا معود بعطيك مثال صغير تكفى يلا تكفى ابو حسن عندنا بالاتحاد باللجنه الاولمبيه من ذيك الفتره ترى ظلينا يمكن 4 أشهر بدون ماي بدون ماي احنا اهل الكويت اللي كل هالبحر وكل هالماي الطيب والنقي اللي افضل مستوى باللجنه الاولمبيه مقر اللجنه الاولمبيه مقر اللجنه الاولمبيه ليش ما ادري عنهم فلوس. يلا تفضل مدافعين فلوس بعد ما ادري عنهم والله بعد لا يزعلون علينا انا شويه اختلف مع اخوي ابو عمر انا اقول بلا لجان حبيبي الله يحفظك بلا لجان وهالامور هذه انا ناشد معالي وزير الديوان الاميري أقول يا سيدي الكريم يا حبيبي 4 أندية عندنا نادي الكويت ونادي القادسية والنادي العربي ونادي كاظمة أرجوكم الديوان الأميري يتكفل بإنشاء هالأندية هذه أقصد الاستاد الرئيسي بالمواصفات الرسمية المميزة غير هذا ماكو فايدة بس عندنا ديوان عندنا وزارة الأشغال وعندنا ما يصير كل مناقصه يا حبيبي سكر عين الوزاره انت لحظه عشان قام مجمعين ومهندسين مسعود 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 حبيبي مجمع انا اول انا وياك اول ترى كنت اقول كذي وكلمني واحد من الشباب من الشباب المهندسين اللي صرفت عليهم الدوله ودتهم امريكا وبريطانيا وما ادري وين يدرسون قال عيل احنا شقه موظفيننا ذاك ما هذا قالوا ودوه من الدوله ودونا ودونا ديوان اميري ودونا مسعود 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 مجمع مسعود مجمع سعد العبد الله على الدائري السادس شارع جاسم الخرافي بصباح السالم نعم من متى المفروض المشروع يكون جاهز من 5 سنوات للحين ما خلص بس سعود تكفى صار في خرير يقول هذا العتب على الشيخ احمد مشعل احمد يعني ان شاء الله يتحمل عتبنا مو هو رئيس جهاز تابع العمل الحكومي الحين يحتاج مسعود الحين يحتاج صيانه ترى صراحه سبقني انا كنت بس بشكل سريع دكتور بتكلم على التغريده اللي كاتبها اخوي وليد في الموضوع هذا نفسه نعم بشكل سريع تكفى سعود من اقام بالتخطيط لملعب الشباب وملعب خيطان وملعب اليرموك مكتب هندسي تخصص بيوت وليس ملاعب ممتاز
مكتب هندسي تخصص بيوت وانا اتحمل المسؤوليه. زين السؤال خلني اتفضلك بس انا بقول شغله. شوف الهيئه اثناء انشاء اواخر يعني اواخر انشاء نادي يرموك لانه وقف ورد ووقف ورد وهذا الجماعه طلبوا مننا قالتهم يا جماعه تعالوا شوفوا الملعب تعالوا شوفوا المنشاه وكذا. قلت يا جماعه انت خاطبني رسمي خل الجهه المنفذه للمشروع تخاطبني رسمي انا كاتحاد لاني انا رحنا دورات وعرفنا الملاعب عرفنا البروسيجر مال الملاعب. الملعب حتى نادي الشباب اليوم لو ما صار عليه تعديل غير مؤهل ان تحدث عليه اي بطوله لا قرف معلقين لا قرف مثل الناس لا قرف كثيره في اخطاء. نادي الشباب هذا احدث نادي الوحيد قلت لك اللي حاليا اقدر اصير عليه بطوله نادي النصر لان عدوا على المبلغ وغدر. طيب قبل الكلام لانه ما عنده وقت بقول لك النقطه الاخيره. اليوم انا اناشد نفس ما اخوي وليد الانصاري قال هناك ملعب في جامعة الكويت اتمنى يستشيرون يعني على الاقل احنا نعرف القرفة طولها وعرضها تجهيزها نعم. امورها طيب. كذا هذا الملعب طوله وعرضه يا جماعة في هناك اخوي الله يحفظه ويطول بعمره اخوي الدكتور احمد فرج علم من اعلام الرياضة والتأسيس الملاعب وكذا هذا استشيروه طيب. اخوي بطارد غيره وكذا كذا ما يصير. لا يصير شو طيب. يصير مشكور عم مصطفى جمعة مشكور دكتور محسن عنزي مشكور محمد الانصاري مشكور وليد الانصاري. تبغى تضيف شيء؟ بس ملاحظة سريعة انا وايد قاعد يأشر علي ان انا موظف بالهيئة العامة. لا انا الحين موظف بالهيئة العامة للشباب وافتخر بالجهتين والنعم. لا انا عمر بس ترى وصلنا الختام. شكرا لرعاتنا وداعمينا شركه كويت تريد بن العميد اطياب المرشود مطعم سياميصه مطعم التسيم ومطعم كنافه عجين ديرندير ومعرض بريمير سبورت وكلاجي فوزيس في الكويت. نلقاكم باكر مع السلامه.